برافو عليك يا سيد، شكلك شاطر في كل حاجة. سبع صنايع بقى يا فندم. إنما ستك ما قلتليش، يعني هو إيه كيفك إن إحنا نيجي نضرب نار دلوقتي؟ عشان عايزة أتكلم معاك في موضوع، وما ينفعش أتكلم معاك وأنا في البيت ولا في القرية ولا في أي كافيه ولا حتى جوه العربية، لأن ده مش طبيعي. لكن أنت هنا بتتمرن لأن دي شغلتك، وأنا بتمرن لأن بابا عايز كده. وجهة نظر برضه. أنت إيه أقصى طموحك يا سيد؟ هو الطموح ملوش سقف في سعادتك يعني. يعني في ناس بتبقى حاطة لنفسها هدف في الحياة؟ وأنا لو حطيت هدف يعني وصلت له نبقى يعني خلاص خلصنا. معنى كده إنه طموحك ملوش حدود؟ بالمعنى اللي سيادتك تقصديه أه، لكن بالراحة من غير ما أستعجل يعني. طب واللي يوفر لك وسائل مساعدة؟ الله يبقى كتر خيره يا فندم، بس محدش بيعمل حاجة ببلاش النهاردة. ومين قالك إنك هتعمل حاجة ببلاش؟ لا أنا ما أقصدش عليا أنا سيادتك، أنا قصدي على اللي هيقدم لي وسائل المساعدة. يعني أكيد هيبقى ليه غرض. طبعًا. أمال هيبقى بيزنس إزاي؟ آه صحيح. هيبقى بيزنس إزاي؟ أنت مرتبك كام يا سيد؟ قبل الحادثة ولا بعدها سيادتك؟ أنا بتكلم بجد. قبل الحادثة كانوا بيدوني 1300 جنيه، وبعد الحادثة رفعوني 3000. ده غير بقى المكافأة اللي اديها لي سالم بيه بعد الحادثة على طول. اللي هي كام تقريبا؟ ما انا ما بحبش بقى اتكلم في الحاجات دي يا فندم، يعني بتتنظر. اداني اللي فيه النصيب بقى واتصرفوا كلهم. طيب ايه رأيك نضرب مرتبك الجديد ده في 2؟ يعني بدل ما كنت بتقبض 3 تبقى بتقبض 6. هو مين المؤاخذة اللي هيضرب بالظبط؟ انا يا سيد. والمطلوب ساعتك؟ أعرف الأول موافق على المبدأ ولا لأ؟ مبدأ إيه؟ هتفضل في شغلتك زي ما أنت، وفي نفس الوقت هتبقى بتشتغل لحسابي. طب ممكن أعرف تفاصيل أكتر يعني عشان أعرف أرد؟ عايزة أعرف كل حاجة بتعملها ريهام أول بأول، مهما كانت صغيرة. بس دي بسيطة خالص يا فندم، جاسوس يعني. ما تكبرش الموضوع كده يا سيد، هو بس كل اللي أنا عايزاه تقرير صغير في آخر اليوم من غير ما حد يعرف عنه حاجة، وليه كل آخر شهر عندي 3000 جنيه. جرى ايه؟ البلد كلها هتجندني لحسابها ولا ايه؟ قلت ايه؟ هو انا شكلي جاسوس؟ لا لا يا سيد، فرق كبير بينه وبين البيبي بتاع الدور ده. البيبي؟ ايه يا باشا؟ اسمه ايه البتاع ده؟ رسالة من امرأة مجهولة. عجب سعادتك ها؟ اه موز بالهنا والشفا. اللي قول لي يا باشا عدم المؤاخذة يعني، انت مزعل الباشا الكبير منك ليه؟ باشا كبير مين؟ باشا كبير مين؟ عمك سالم بالجرح. وانت عرفت منين ان هو زعلان مني؟ والده زعلان زعل عادي، انا سمعته من يومين بيقول انه مش طايقك ومش عايز يشوفك ماشي على وش الارض من اصله. ما تقول يا سيد سمعت ايه؟ وعدني الاول الموضوع ده يفضل سر بيني وبينك. حاكم ساعه الجد يا باشا الغلابه اللي زينا هم اللي بيتفعصوا. يا سيد ما تقول، يا سيد ما تخلص. طب اتفضل، لسه ما حكيتلكش حاجه وهتاكلني، امال لما تعرف. يوه احلف احلف يا باشا ان الموضوع ما يخرجش بره الاثنين دول. للدرجه دي؟ للدرجة دي؟ اه باشا للدرجة دي، والدرجة كمان ان بسنت هانم ما تعرفش. بسنت؟ استغفر الله العظيم يا رب، بس انا ايه اللي دخلني في جو الاسر ده؟ سلم بيه وبسنت اتفقوا عليك يا باشا. اتفقوا عليا في ايه؟ احلف الاول. ورحمة ابويا وامي ما في حد عارف الموضوع ده، بس احكي يا سيد. استغفر الله العظيم يا رب. من يومين سمعت سلم بيه بيقول لسليمان خد باسم واطلع بيه على اليخت، يعني اكنه عامل لك يوم بحر وكده، وهناك اخلص منه عشان يبعد عنه الشبهه. انت زعلتهم في ايه بس؟ لا 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 مش معقول مش معقول. اه اقعد قول مش معقول بقى وقضيها استغراب لحد ما هتلاقي سليمان جاي يفسحك الفسحه الاخيره. انا بفكر معاك بصوت عالي يا باشا، يعني بقول لك ايه؟ ما كنت بره البلد انفد بجلدك، دي ناس مش سهله. ما ينفعش يا سيد ما ينفعش، انا مصدقت رجعت بلدي وما ينفعش اخرج منها. ايه عليك طرف كندا؟ على حكم، ولو رحت المطار اكيد هيقبضوا عليا. حكم. هو الحكم ده طالع باسم مين سعادتك؟ باسم انا سيد طبعا، هكون باسم مين يعني؟ اللي هو ايه يعني سعادتك؟ باسم غانم الجرحي. ومين قال ان باسم غانم الجرحي هو اللي هيسافر؟ امال مين؟
راجي رفيق نجيب. ينفع؟ ينفع، بس لازم افهم. بسيطة، احنا هنضرب جو السفر، نغير شوية في الشكل، شنب، سكسوكة، سعادتك تخش المطار معزز مكرم، تركب طيارتك وتوصل البلد اللي انت عايزها باشا. طب مين بقى اللي هيضرب الباسبور ده؟ بياخد له وقت قد ايه؟ لولا انك غالي عندي انا ما دخلش نفسي في الامور اللي زي دي، بس لو الفلوس اتوجدت بكره كل حاجه تبقى عندنا يا باشا. فلوس ايه؟ 20,000 جنيه وجواز السفر والفيزا يبقوا عندنا بكره. منين يا سعيد؟ 20,000 جنيه يا سعيد؟ ما انت عارف. بقول لك ايه؟ يا سعدي بكام؟ 10:30. لا سعادتك سمعتني غلط، الساعة دي بكام مش كام؟ الساعة دي تعمل لها 50,000 جنيه يا سيد، لو محتاجها يعني خدها. هنشوف، احنا نوديها اللي يقدرها صح واحنا ونصيبنا بقى، بس انا حاسس انها ارخص من كده. اوعى تطلع مضروبة زي الجواز. والله اصل يا سيد، مع اني شايفها في جامعة الدول ب 500 جنيه والله اصل يا اخي. اه فين الضحكة الحلوة؟ بس كده زي الفل. نفسي افهم انت بتعمل ايه؟ وانا مالي؟ الراجل اللي هيضرب لنا الجواز طلب صور، سالتك قلت لي ما عندكش، جبت كاميرا وصورتك. بس تصدق الاقي عليك؟ انا لو منك اثبتها. ماشي. بقول لك ايه؟ حضرت لي علبه والضمان بتوع الساعه؟ قلبت عليهم الدنيا وبرضه ما لقيتهمش. لا ما انا كده مش عارف اتصرف فيها. طب وبعدين؟ ادي نازل مصر، حاول اشوف لها تصريفه هناك بقى. بس اعمل حسابك، لو ما لقيتش حد يشيلها تصرف لي في 20,000 جنيه. الراجل اللي هيضرب الجواز حالف ما يمد ايده في ورقه غير لما يقفش الفلوس. الو أقص، بقول لك ايه؟ كمل بقلب جامد مع الولايه اللي اسمها زبيده دي في موضوع الشبكه. ايوه يلا بقول لك كمل خلاص. مش موضوع الشبكه، انا كلها يومين، واول ما هنزل مع المدام هعدي عليك الفلوس. وانا كمان بحبك أقص. سلام يا حبيبي. سلام. والله نايم بهدومي من امبارح يا فندم عشان ما افوتش الطياره. سيد ممكن تجيب لي ده؟ معلش عشان مش هقدر اجيبه عشان ماسكه البيبي. وده كمان يا سيد معلش. لا حطهم لي جنب بعض بقى عشان اشوفهم. شيك قوي ساعتك يا سيد. الله اكبر بخاطرك يا فندم. بس مش فاكره مين كان لابس زيها. مين يا ريهام؟ مين يا ريهام؟ أكيد المصنع يعني ما عملش ساعة واحدة عشان واحد غلبان زي حالاتي يلبسها. ده باسم. باسم ابن أخو سالم، معاه واحدة زيها. شكلهم مش عاجبينك. أكيد مش هي سعادتك. أتحداك. أصل هي كانت لافتة نظري، وعجباني كمان. لا يا فندم العفو يعني مش قصدي. أنا قصدي اللي في إيد باسم بيه الأصلية، إنما دي مضروبة. ممكن. الصين ما سابتش حاجة لما ضربتها، حتى الباسبورات ضربتها. جايز. طب قول لي مش عايز تخطف ساعة تطمن فيها على أهلك؟ لا الحمد لله أنا أهلي زي الفل ومطمن عليهم، الحج وإخواتي وخالاتي. أنا بس عايز أعرف هنروح فين المكان اللي جاي عشان ألحق أحسب الوقت وترى ما تفوتناش. لا إحنا هنقعد كتير طبعاً، بس أنت متأكد إنك مش عايز تروح تطمن على أهلك؟ جداً يا فندم، بس اللي أنا متأكد منه يعني أنا عايز حمام في أقرب وقت، وإلا هطرقع منكم في المحل ده. حمام بس؟ فضله عدل. طب روح. ثانية واحدة.
سيد السعدين سمعه بيقولوا انه اصلا كان يطلع عليه على طول ما ياخدش فيها اقل من 45 جنيه. سيد السعدين انا سيد. ابوس في حضرتك. مبروك يا باشا. تسلم. وبقيت فلوس الساعه فين؟ ولا ناوي تضرب عليها؟ اضرب ايه؟ انا عليا 1500 جنيه. كمان؟ الله، الساعه ما جابتش غير 18 ونص، دي كانت من حسب شكل في بيعها. طب والعامل؟ انت صدقت ولا ايه؟ الساعه جابت 25، اديت للراجل 20 والباقي قطعت لك بيه التذكره دي. وادي يا عم 200 دولار كمان. والله يا سيد انا مش عارف اعمل معاك ايه. انت اخويا يا سيد. ادعي لي. ادعي لي وقف لي ولاد الحلال في سكتي. الأحسن بقى هم قليلين قوي 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 اليومين دول يا باشا. أشرف باشا، أنا سيد باسم ابن اخو سالم الجرحي، بيحاول الهروب من مطار الغردقه دلوقتي يا فندم بجواز سفر مبروك. وادي يا عم هشيش بش يا عم. تعالى يا عم. ايه ده يا عم؟ ما كانش هشيش بش. ايه ده؟ ايه ده؟ الحمد لله على السلامه يا فندم. الله يسلمك. كل اللي سعادتك امرت بيه تم يا باشا. ايه اللي انا امرت بيه؟ باسم باشا. ماله باسم؟ ومن سعادتك امرته انه يختفي. مين قال الكلام ده؟ سليمان بيه. هو سليمان كلفك بالمهمه دي؟ ايوه سعادتك. وانت عملت ايه؟ زي ما سعادتك امرت بالظبط يا باشا. باسم بيه اختفى. ايه؟ مات؟ حاجه شبه كده. اتمسك في المطار بجواز سفر مضروب وهو بيحاول يهرب. جواز سفر مضروب؟ حد ابن حرام يا باشا نصحه يهرب من المطار بجواز سفر مضروب عشان الاحكام اللي عليه. قام حد ابن حلال راح مبلغ عنه. لا جدع يا ابن الحلال. مش عايزين ننسى برضه يا باشا فضل ابن الحرام. هنفتكره برضه. امرني سعادتك. ايه اللي انت حببته ده؟ خير يا فندم. ازاي تتخطاني وتروح تبلغ سالم بايه؟ باللي انت عملته في باسم. انا ما كانش قصدي والله. سيادتك قلت لي ان دي اوامر سالم بيه، ولما سالني وانا عنده في الفيلا ايه الاخبار؟ افتكرته بيسالني على موضوع باسم فطمنته. ادي الحكايه. طمنته ولا حبيت تاخد بنت على حسابي عنده؟ يا فندم هو حضرتك على طول ظالمني كده؟ طب والله قلتها له بحسن نيه. حسن نيه؟ ماشي. عموما دي اخر مره تتصرف فيها من دماغك. خد. ايه ده يا فندم؟ دي مكافأة عملها لك سالم بيه بعد الدور اللي أنا شرحته اللي أنت قمت بيه في عملية باسم. ربنا يخليك لينا يا باشا، بس ده كتير أوي يا فندم. ولو فتحت مخك معايا هتشوف أكتر من كده بكتير. ربنا ما يحرمني من حنيتك يا باشا. أستأذنك بس يا فندم. اتفضل. ألو. أيوه هانم. تليفونه مقفول من الصبح ومش عارفة أوصله. جايز نايم ست؟ أنا رحت الفيلا بنفسي وناديت عليه ومحدش رد. يمكن نومه تقيل. ولا زود في الشرب؟ أنا بسأل. شرب إيه؟ هو ساعتك ما تعرفيش؟ ما تنطق يا سيد، في إيه؟ أصل من يومين يا فندم شفت راجل لبش كده جايب لباسم بيه حشيش. أنا في الأول سعادتك ما كنتش أعرف إنه حشيش. لقيت الراجل بيطلع حاجة من جيبه زي الشوكولاتة. استغربت أكتر لما لقيت بيولع فيها بالولاعة بتاعته. بعدين راح فاتح السيجارة وحاطط جواها الشوكولاتة. كنت جايز باسم بيه بيحب يشرب سجاير بالشوكولاتة. ابن ناس بقى. حكم زمان كان في سجاير بالنعناع اسمها بورسعيد، شبهاش بقى، بتجيب ميه عريقه سيادتك. خلاص يا سيد كفايه. انا لازم احكي كل حاجه سيادتك، دي امانه. الراجل اللبش ده بقى لقيته بيدي سجاره لباسم بيه وبيقول له مساء الخير، رغم ان احنا كنا الصبح، كلام مش مسلم بعضه خالص. ولقيت باسم بيه خد نفس وراح مطلع دخان من صدره، انا شخصيا ما اعرفش جابه منين. دخت، سالت، عرفت انه حشيش يا فندم. خلاص يا سيد روح انت. تحب تعرفي شربوا كام سجاره بالظبط ولا؟ سيد خلاص. عن اذنك يا فندم. سيد لو كلمك او شفته بلغني على طول. التاجر؟ باسم بيه. حاضر، على اذنك يا فندم. مصطفى فتح لها الباب من هنا ودينا هتدخل على الراجل.
وهاتك يا بوس وهاتك يا احضن قصاد مراته وقصاد المحامي وقصادي، ولا كأنهم في الصحراء لوحديهم. يا ليله غبره. وبعدين؟ وبعدين بقى الدنيا كهربت، الراجل ما بقاش عارف يروح منها فين. دي بقى مش تهدى وتلم روحها، لا، هاتك يا سهوكه وهاتك يا نحنحه وضربه من تحت الحزام، كل ده قصاد مدام ريهام. اه وبعدين يا سيد؟ تموت انتوا في النصايب، جنازه وتشبع فيها لطم. ها؟ وبعدين يا سيد؟ بعدين ايه اللي حصل؟ ولا قبلين خدت في وشها الست وطلعت على اوضتها ووشها غرقان من الدموع. يا ساتر على النسوان. صحيح انك ايدهن عظيم. ست عينيها قوي قوي يا عم بشير. انت عارف اللي صعبان عليا بس الست اللي قلبها اتكسر دي وكرامتها اتهانت قصادنا. انا ممكن اقول حاجه، انا لو مكانك اروق وانسى ولا اكن في حاجه حصلت. اسمحيلي يعني تضفرك برقبتها، هي المفروض تشغل نفسها بيكي مش العكس. لا اله الا الله. انا اسف والله مش قصدي، انا كنت بقول يا فندم انا عندي فكره كده، يعني تحبي تركبي مركب او تغيير؟ المايه والسما برضو بيريحوا الواحد. انا شايف الناس نازله من المركب وشها منور بسم الله ما شاء الله، يعني ولا كانهم راجعين من عمر. زمان وانا صغير كان ابويا ياخدني نقعد على شط النيل في عز الشمس، سنارتين بوس ونقعد بقى نستنى الفرج كتير، ساعه ساعتين اسبوع، وكل لما اجي افتح بقي واصبر يا سيد اقول له يابا، يقول لي يا ابن الصيد بيحتاج صبر. الا لما رجعنا ببسرياه يا فندم مش هقول لك سمكه كبيره ترجع بضربه شمس في عز الصيف او التهاب رئه في عز الشتاء. يا ربنا اخيرا. ايوه كده اتحكي، النبي ما تزعلي نفسك تاني. كنت عايزني اعمل ايه؟ واحده زي دي بتبوس جوزي وتحضنه قدامي وقدامكم، بتخش البيت زي ما يكون ليها فيه اكتر ما ليا. عارف عارف كان نفسي اعمل ايه ساعتها؟ اجيبها من شعرها وارميها بره والاقي وهي تعتب البيت ده مره تانيه. روح اعملي الشويتين دول مع حد شبهك. بس حسيت ساعتها انا بعمل لها قيمه قدامكم، خدت بعضي وطلعت على فوق زي ما انت شفت. انا عارفه ان انا غلط. بالعكس انت ما تعرفيش انت كبرتي في نظر ايه، يعني حضرتك في نظري ونظرنا كلنا قد ايه، يعني اللي تعمل كده ست عاقله بنت ناس عارفه تحافظ على بيتها وكرامتها. مين مها دي اللي هتعملي لها سعر وتحسسيها ان الحكايه راس براس؟ تفتكر الناس هتحسبها زي ما انت بتحسبها كده؟ افتكر ايه يا فندم؟ انا متاكد. انا عن نفسي ما تعرفيش احترامي ليكي زاد قد ايه بعد الموقف ده. ربنا يكملك بعقلك ويحافظ لك على بيتك ويبعد عنك مها وامثالها. ما دام بس هو كان في مشكله، يعني واضح ان فكره المركب دي كانت غلط، انا عايز ارجع. حضرتك بتدوري على حاجة؟ لا شكرا. بقول لك، نعم، ما شفتيش الجارد اللي اسمه سيد ابو الليفي اللي بيشتغل مع مدام ريهام؟ اه طبعا شفته، من شوية كان بيركب مركب مع مدام ريهام. مركب؟ ونزلوا المية من ساعة. تأمريني بحاجة تانية حضرتك؟ لا شكرا.
أنا متشكرة قوي يا سيد. بصراحة يعني مش عارفة أقول لك إيه. ما تقوليش حاجة يا هانم، أنا تحت أمرك في أي وقت. الحمد لله على السلامة. طب أستأذن أنا. سيد، عايزاك لو سمحت. حاضر. تعال يا سيد. تفضل. أموريني هنا. تفضل يا سيد. شكلكوا راجعين مبسوطين من بره ما شاء الله. مين ساعدك؟ أنت وريهام. بأمارة ما كنتوا بتتودودوا عند الباب بره ومش واخدين بالكم إن أنا هنا. بالعكس يا فندم، ده أنا اللي كنت عمال أرغي. مشكلة ريهام هانم أساساً إن هي ما بتتكلمش من أصله. يعني أنتوا خرجتوا واتفسحتوا وتقريباً قضيتوا يومكم كله في البحر وهي ما اتكلمتش ولا كلمة؟ أصل الصراحة يعني الهانم كانت نفسيتها وحشة أوي النهاردة وكانت متعصبة على الآخر وقالت لي عايزة أغير جو يا سيد، وأنا بحكم أوامر سالم بيه لازم أكون معاها. آه طبعاً طبعاً، وهو بالمرة تسري عنها. لا مش فاهم الجملة لما أخذها يعني. تهون عليها يعني يا سيد. آه أنا عملت ده، عملت ده بدافع الإنسانية يا فندم. بس الصراحة بيني وبينك قالت لي ما عملته. ليه؟ مفيش. أنا لسه بسألها مالك يا هانم وعينك ما تشوف إلا النور. خدت لي دش تهزيق وبهدلة. احترمت نفسي وكتمت لحد ما وصلنا هنا. غريبة. مع إنك لسه قايل إنها ما اتكلمتش خالص لغاية ما وصلت هنا. أيوة يا فندم يعني الكلام العادي. يا رب ما كنتش قصرت في حماية سعادتك، تأمريني بحاجة تانية. كده يعني. طب وأخبار باسم بيه إيه؟ باسم بيه؟ يا رب بحق جه النبي يفك سجنك يا باسم بيه. ماله باسم بيه كمان؟ هو مش أنت اللي بلغت عنه برضه يا سيد؟ أنا سعادتك؟ أستغفر الله العظيم يا رب. هبلغ عنه ليه؟ وإزاي؟ وهقول إيه في بلاغي أصلاً؟ هو مش أنت الوحيد اللي كنت عارف إنه مسافر؟ يعني خلاص يا فندم. كل الأجهزة اللي في المطار دي مش كفايه ان هي تكتشف ان معاه جواز سفر مزيف مستنين واحد زي يفتن عليه؟ بعدين هبلغ عن الراجل ليه يعني الله في الله كده؟ انا ما شفتش منه غير كل حاجه حلوه، هاخده بالراجل ليه ما عمليش حاجه وحشه؟ ماشي يا سيد، تقدر تتفضل. يعني خلاص يا فندم؟ يعني ايه خلاص؟ يعني في اي اسئله اتهامات عايزين تخونوني تاني؟ ليه هو كلامي زعلك؟ يا ست هانم، يا ست هانم انا اكلت عيش وملح في البيت ده وبخدمكم بعناية وروحي فداكم. أكيد ما كنتش مستني اليوم يعني اللي تيجوا تخونوني فيه بعد كل إخلاصي ليكم. ماشي يا سيد. عموما أنا ما أقصدش أتهمك بحاجة. أنا بس كنت عايز أعرف اللي حصل. تقدر تتفضل. أستغفر الله العظيم يا رب. عن إذنك يا هنا. أهو ده اللي كنت خايف منه. اللي مش محتاج اكرر على حضرتك الكلام اللي قلتولي النهارده الصبح في المركب. الصراحه انا كنت بحسدك على القوه اللي نزلت عليك وانت بتواجه الموقف. انا عندي احساس انك هتطلعي كسبانه الليله دي بيتك وكرامتك. انا عارف ان الجرح صعب بس العقل بيقول اصبر على جارك السوء لا يرحل لا تيجي مصيبه تاخد ولا مؤاخذه لان لا قيمتك ولا مكانتك زي الاشكال دي. بس بعد ما روحت ودربت الكلام في دماغي لقيت ان اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. عشان كده حطيت احتمال للي حصل من شويه. ولما لقيتك خارجه من الفيلا عرفت ان الجرح صعب وكبير ومحتاج وقت عشان يختفي ويلم. ربنا يقويكي. مش محتاج اقول لك ان انا جنبك وان حمايتك فرض واجب عليا. مش بس من أي خطر أو قلق حواليكي، لأ حتى من الأشكال دي كمان.